أنا اسمي عبد الله سعيد، ساكن في عمارة من 10 شقق، شقة من 10. أجوا جماعة جيران إلنا عندهم قطعة أرض، بلشوا يحفروا فيها على أساس يبنوا بناية شقق سكنية. فأثناء عمل الجرافي أنا طلعت على كراج السيارة، كان في سور بيننا وبينهم، قلت لهم يا إخوان ديروا بالكم السور هذا يمكن ينهد أثناء الحفر عندكم، انتبهوا وخليكم حذرين. فأجي قالوا لي لا تخافش، الأمور إن شاء الله بخير وتمام تمام. قلت لهم أنا مش عشان إشي، عشان لأنه السور مركب عليه مواسير للمجاري الصحية، فخبرني خاف تصير الأمور تتشعب كتير. وما ردوش علينا، ظلوا يحفروا. مساء بالليل إحدى الأيام ما شفنا إلا صوت كتير طلع زي شيء زي اللهم، وما طلعنا طلعنا برا نركض فكرنا في إشي، وإلا لقينا إنه صور واقع. منصور موسى طوال، اللي صار إنه إجت الدفاع المدني وإجوا لجنة من البلدية والسلام العامة ولجنة الطوارئ وشافوا الوضع، أوقفوا العمل بالحفرية لغاية ما يتم دراسة الضرر اللي حصل. لكن منطالب إحنا كمان حماية لسكان البناية، يعني اللي دافع ثمن شقة مبلغ كبير والمجاري خربت، ممكن يكون في بعض التشققات قريبة من عمدان، يعني بدأ يكون الأمور بسلام، لأنه هاي بناية فيها 10 شقق، فيها 10 عائلات كل شقق.